اتكلمنا عن أساليب التفكير الخاطئة، واتكلمنا عن المغالطات المنطقية، وبعدين اتكلمنا عن الأساس اللي بينبني عليه كل شيء. هو في خالق أصلا ولا لا؟ خلونا النهاردة نبدأ نتكلم عن الطرف الثاني من أطراف المعادلة، وهو المخلوق ونظرية التطور. نظرية التطور من أكثر النظريات اللي بيستخدمها أنبياء الإلحاد الجدد كأساس يبدو علمي لكلامهم المفتقر للمنطق أصلا، بالرغم من أن نظرية التطور نفسها نادرا ما كانت هي السبب الأول لاتجاه ناس كتير للإلحاد، وبالرغم من أن النظرية نفسها ما بتقولش أن الكون اتخلق لوحده أو صدفة، بل بالعكس منظومة التطور نفسها بغض النظر بقى عن صحتها من عدمه بتقول أن في خالق مبدع ومعجز وضع النظام ده أصلا اللي محدش يقدر يثبته بشكل يقيني علميا أصلا. عشان كده هتفضل دايما وإلى الأبد نظرية وبس. وبالرغم من ان داروين نفسه ما كانش ملحد، داروين اساسا درس اللاهوت في جامعه كامبريدج عشان يتخصص ويكون رجل دين اساسا، وكلمه الخالق او كرييتور موجوده ومنتشره في كتاباته اصلا، وقال صراحه عن نفسه انه ثايست او مؤمن، ولكن بعد وفاه بنته بعد معاناه مع المرض انقطع عن الكنيسه وبدا موقفه يتغير تجاه الدين، ولكنه فضل في النهايه لا ادري مش ملحد. ولكن النقطه المهمه هنا هي ان موقفه تجاه الكتاب المقدس والكنيسه اتغير بسبب وفاه بنته مش بسبب نظريه التطور، لانها اساسا مش متعارضة مع فكرة وجود خالق أساسا. طب هي نظرية التطور بتقول إيه أساسا؟ النظرية أصلا بتقول إن الحياة على الأرض وأصل كل الكائنات الحية كانت من خلية حية واحدة ظهرت من 4 مليار سنة تقريبا، واستمرت الخلية في الانقسام والتكاثر وتحولت بالتدريج من كائن أحاد الخلية لكائنات متعددة الخلايا وأكثر تعقيدا، لغاية ما وصلت لشكل الحياة المتنوع اللي بنشوفه النهاردة. وبغض النظر بقى عن تفاصيل النظرية الكتير وتطور النظرية نفسها بمرور الزمن، فهي ما بتفسرش إزاي ظهرت الحياة أول مرة أصلاً، ولا بتفسر ظواهر غريبة وعجيبة زي إزاي ظهر الجنس لأول مرة أصلاً وليه؟ يعني خلايا بتتكاثر عن طريق الانقسام، مين اللي قرر إن نظام التكاثر ده يختلف تماماً ويتحول إلى نظام قائم على علاقة جنسية بين ذكر وأنثى؟ ده مثال واحد بس على علامات استفهام كتير هنشوف بعضها في سلسلة عرفوه بالعلم لما نبدأ نتكلم عن النظرية بالتفصيل أكتر. لكن الشاهد هنا إن النظرية لا تتعارض مع فكرة وجود خالق ولا بتفسر كيف نشأت الحياة أصلا. مشكلة نظرية التطور في الحقيقة بس مع قصة الخلق حسب ما بيرويها الكتاب المقدس في المسيحية واليهودية تحديدا، بالرغم من إن فيه نقط تلاقي برضو، وهي إن النظرية إن صحت فهي بتبحث في آليات الخلق، طريقة الخلق. يعني الكتاب المقدس بيقول ان الله سبحانه وتعالى خلق الكون والمخلوقات، بس ما بيقولكش التفاصيل، ما بيقولكش ده حصل ازاي، بيديك الصورة الكبيرة، والنظرية بتبحث في التفاصيل. اما عن الاسلام تحديدا فالقرآن فيه إشارات ممكن تدعم فكرة التطور إجمالا، زي قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. في دعوة صريحة ومباشرة للبحث في أصل الخلق وطريقة نشأة الحياة على الأرض، وقوله تعالى وقد خلقكم أطوارا والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. بل عندنا شاهد لآلية الانتقاء الطبيعي مثلا في السؤال الشهير للملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبقول شاهد اللي هو حتى لو ثبتت النظرية أساسا ومستحيل تثبت أساسا لأن عملية التطور بتحصل على مدى زمني محتاج أعمار وأعمار عشان حد يقدر يلاحظها، ده غير الفجوات اللي في النظرية اللي محدش قادر يسدها لغاية دلوقتي، إن حتى لو ثبتت فهي مش متعارضة مع القرآن أصلا. النكتة بقى إن النظرية أساسا في أول انتشارها في أوروبا كان معارضيها بيتهموها بأنها نظرية محمدية، The Mohammedan Theory of the Evolution، يمكن لأن فكرة التطور عموما كانت موجودة في التراث الإسلامي وفي أكتر من فيلسوف مسلم أشار إليها زي الجاحظ وإخوان الصفا وابن خلدون. بالمناسبة على سيرة أنها نظرية مش حقيقة علمية، في ناس بيردوا على النقطة دي ويقولك هل معنى ده ان نظرية الجاذبية حيالله نظرية ومفيش جاذبية؟ وده تدليس او عدم فهم. الجاذبية ظاهرة طبيعية، نظرية الجاذبية هي نظرية بتحاول تفسر ازاي الظاهرة دي بتشتغل وايه القوانين اللي بتحكمها. وايوه النظرية بتتطور وبتتغير بتطور الاكتشافات العلمية، ولو هنتكلم عن الجاذبية نفسها فشوف تاريخ تطور الفكرة نفسها من ايام نيوتن لغاية اينشتاين عشان تفهم الفكرة. لكن التطور في حد ذاته ما هوش ظاهرة طبيعية ملموسة بنحاول نلاقي لها تفسير. التطور فعليا مش موجود غير في
خيال صاحب النظرية في محاولة لتفسير التشابه اللي موجود بين بعض الحفريات، بنفس الطريقة اللي بتحط بيها موبايل إريكسون أبو إيريال القديم ده جنب آيفون، فتقول أكيد الآيفون ده تطور من الإريكسون ده. الشبه لا يعني إن ده نتج من ده، ممكن يكون ده حصل لكن مش شرط، خصوصا وإنك ما لقيتش ولا حفرية واحدة كحلقة وسيطة. ولكن عموما ممكن تصدق نظرية التطور أو ما تصدقهاش، في الحالتين ده ملهوش أي علاقة بإيمانك أو بفكرة وجود الخالق من عدمه. هتقول لي طب وسيدنا آدم؟ هقول لك أولا الله أعلم، وثانيا عادي ممكن يكون سيدنا آدم أول إنسان عاقل وكان فيه قبله سلالات بشرية تانية، وده ممكن يكون معنى سؤال الملائكة لما أخبرهم الله سبحانه وتعالى عن آدم واستخلافه في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ايه اللي خلى الملائكة تعتقد ان الخليفة ده هيقتل ويسفك الدماء؟ هل شافوا مخلوق تاني عمل كده قبل كده؟ جايز، خصوصا وان في نقطة تانية، وهي ازاي حصلت النقلة المفترضة دي من الانسان الغير عاقل الى الانسان العاقل؟ النقلة دي ما حصلتش على مدى زمني طويل زي عملية التطور عموما، ولكنها حصلت فجأة. عشان كده في علماء كتير بيقولوا ان ده حصل بسبب طفرة جينية حصلت لفرد واحد، بقى عنده قدرات جديدة على التفكير والتعبير واستخدام اللغة لاول مرة. الحاجة اللي تخلي اول حاجة تيجي في بالنا قوله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. علم آدم الأسماء، هل المقصود بها اللغة؟ القدرة على التعبير وتجريد المعلومات في صورة الكلمات؟ وارد جدا. عندنا كمان فكرة اصطفاء واختيار وتفضيل سيدنا آدم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لو ما كانش في مخلوقات أو سلالات بشرية قبل سيدنا آدم، يبقى ربنا اصطفى أو اختاره من بين مين؟ برضو سؤال مطروح. عندنا إشارة تانية برضو لفكرة الاستخلاف، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. كما أنشأكم من قوم آخرين، إن السلالة البشرية اللي موجودة دلوقتي كان في قبلها قوم أو سلالة تانية وربنا أنشأنا منهم. طبعا كل ده مش معناه إني بثبت نظرية التطور من القرآن، أنا اللي بقوله إنها إن ثبتت علميا وده واقعيا مستحيل فما فيش حاجة في القرآن تعرضها أصلا. هتقولي أمال مش ربنا بيقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون؟ أهو الآية هو بتقول سيدنا آدم اتخلق مرة واحدة بكن فيكون. أقول لك الآية بتقول زي سيدنا عيسى. هو سيدنا عيسى لما اتخلق اتخلق ازاي؟ مش السيدة مريم حملت فيه 9 شهور وولدته؟ وبعدين هو لو فيه تطور ما هو بيحصل بيكون فيكون برضه؟ مش في منظومة بتحكم التطور ده؟ مين اللي وضعها؟ كون فيكون هنا مش معناها الفورية زي صور البولارويد كده، لا، معناها ان الله سبحانه وتعالى اصدر الامر والامر نفذ بالكيفية التي يريدها الله، واللي مش شرط ابدا انها تكون فورا. طب وبالنسبة للجنة اللي كان فيها سيدنا ادم، الجنة دي في خلاف حواليها هل كانت في الارض ولا هي جنة الخلد، ولكن الرأي اللي بيقول انها كانت جنة في الارض اقوى وارجح لاسباب، زي مثلا انها لو كانت جنة الخلد ما كانش الشيطان هيقدر يدخلها ويوسوس لادم وحواء، لان ربنا سبحانه وتعالى طردوا منها بالفعل. والوصف النبي صلى الله عليه وسلم للجنة بان فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو كان آدم وحواء كانوا في جنة الخلد يبقى في عين بشرية شافت الجنة وسمعت ما فيها. ده غير ان سيدنا آدم مخلوق اساسا ليستخلف في الارض، فايه اللي هيقعدوا جنة الخلد؟ وغيرها وغيرها من الادلة. هتقول ازاي هو مش ربنا قال اهبطا منها جميعا تبقى دي جنة الخلد اللي في السماء؟ اقول لك الهبوط لا يعني النزول، بدليل قول سيدنا موسى لبني اسرائيل اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. هل سيدنا موسى وبني اسرائيل كانوا في السماء؟ وتاني بكرر الكلام ده مش معناه اني بثبت نظرية التطور من القرآن، لان ده مش دور القرآن. اللي بقوله ان حتى لو ثبتت النظرية فما فيش حاجة في القرآن تعرضها أساسا، وفي النهاية النظرية أساسا ما بتجاوبش على سؤال كيف بدأت الحياة أصلا، ولا بتقول في خالق ولا لا أساسا. أمال ليه الصداع ده كله؟ كله من دوكنز الله يكحمه. مين دوكنز ده كمان؟ لا ده عاوز له حلقة لوحده، فنشوفكم على خير إن شاء الله.